الخط الأحمر إجا الديفولت، يعني قررت الحكومة اللبنانية مش مصرف لبنان، ونحن كنا معارضين ذلك، قررت إنه ما تدفع بقى، ما تسدد بقى سعر سندات اللي أصدرتها الدولة اللبنانية. ومن بعدها شوفي نسبة التضخم، لأن تبلش يطلع الدولار على الليرة، يعني بتكون الدولة اللبنانية بموجب قوانين أخذت بعشر سنين بيسموها هلأ فريش دولار وبسويفتات موسعة 62 مليار و670 مليون دولار. يعني هودي خسائر على الدولة تسجلت عند مصرف لبنان، بس مش خسائر عملها مصرف لبنان. العالم عم يعتقدوا انه والله كل ودايعهم حطوهم بالبنوك، وهي بتناسب الجميع، لان كمان بحملوا المسؤولية على مصرف لبنان، والبنوك اخذوا المصريات حطوهم مصرف لبنان. هيدا مش صحيح. يعني اليوم المصرف وظف بمصرف لبنان، بس وظف كمان مع الدولة بدون ما يمرق بمصرف لبنان. الدولار طلع مثل ما طلع بكل العالم، يعني إذا طلع على اليورو وطلع على استرلينية وطلع على الليرة التركية وطلع بمصر، كانوا عم يشاركوني كمان أنا باللعب بالسوق هون. يعني